الناس راه كينوضوا مع التدشين، حالات مستعجله بالنسبه للاكسجين، ما تلقاوش الاكسجين. انا قلت خص ضروري هذا متخصص خاطرهم السيد الدكتور باش انا يحضر معنا باش يدير مسلسل بالنسبه للوزاره الوصيه، يكون لنا الاكسجين بالنسبه للناس اللي فيهم ازماتيك. راه عندنا مشكل كبير هنا في الوزاره. ازماتيك كاين حوايج ذكرتينا مع الاكسجين. هذا واحد العمال توفى، واحد ولد في ماشي توفى، غرق في تازانين. انا كنت في البحر بالصدفه، جابوا الدراري طلبنا عنده الاكسجين في تازانين ما كانش، عيطت للعمال ما كانش، عيطت لتمسامه ما كانش، هزيتو كان جري طاير، عيطت للناظور وحسيمه، لقيت حسيمه اقرب، مشيت كارتير ما كانش لامبيلونس تما، ما كانت حاجه. قبل ما نوصلوا للمستشفى الاقليمي ديال حسيمه توفى لنا على ربع ساعة، لقينا ربع ساعة مشي توفى في الطريق. هذا المنطقة كلها ما فيهاش أكسجين، عندنا 70 كرو ديال لي بلاج فكروا فيها في المستقبل باش تاخذوها في عين الاعتبار، الخصص ديال الأكسجين أضعاف الإيمان. خص كل مركز صحي أو كل مستوصف محلي يكون فيه الأكسجين لهذه الحالات. 70 كرو ديال لي بلاج كتعمر في 3 شهور ديال الصيف ولا شهرين بعد على الاقل، الاكسجين ما كاينش. فكروا فيه باش تكون عندنا واحد التغطيه، ديروا في ليستيماسيون ديالكم باش يكون الامور عندنا متكامله. بالنسبه تفضل انا عندي جوج نقط صافي. بالنسبة أنا شفت هذه النقطة العالية ديال الاستقبال المسائي، يمكنش نبرو واحد الاستقبال ما كاينش في وزارة في المرافق ديال الصحة، لأن راه ما كاينش داك. لا لا ماشي تبرير، لا هذا هو. لا أنا كنت جالسين نقولوا على أنت في إطار الجلسة مع الإخوان والأخوات ديال الصحة، ما كنشدوش في الكفاءة ديالهم ولكن يصبروا. لان بصح لان ملي كيجي راه دابا الاداره كما قلت راه كيجيك واحد صحيح وما تستحملوش، واخا انا عندي جيت واحد القطاع مريض، ولكن هذا ما كيعنيش ان لان اللي مشى لديك المهمه ديال الصحه راه تحمل قابل يمشي يقبل ذوك النوع ديال الحاله. دونك هذه من جهه، من جهه اخرى ما عرفتش ديك 150 مليون ولا 160 مليون اللي كانت مخصصه لاصلاح هذا السونتر هذا، واش تصرفات واش كاينه ولا لا؟ لان معلومه انا حنا تعطت لنا هنا في المجلس، ولكن مازال ما متاكدش انا واش كاينه باش عليها نبنيو ان شاء الله باش نصيروا الاتفاقيه الشهريه. لان انا نقول لك بكل صراحه راه في الايام في الاسابيع المقبله غتلقاني عندك في البيرو انا وسام لا غنجيو نقلبوا على الاتفاقيه الشهريه ونقدروا ندخلوا شركاء اخرين، واخا الصحه ماشي اختصاص ذاتي ديال المجلس الاقليمي، ولكن نقدروا ندخلوا في اطار سميتو الاختصاصات المشتركه في التشخيص وهذا الشيء. نقدروا نقلبوا هاد 400 500 مليون باش نديروا واحد الواحد في المستوى اللاقي نجمعوها، غير كما قلت راه خصنا نشمروا شويه على الدينا وصافي ويكون خير ان شاء الله. اذا القناه دابا السيرم، واش نقلبوا على ناخذوا الوقت نقلبوا على السيرم؟ حنا غادي نطرحوا التصويت الملتمس، ولكن الصيغه غادي نحطوا عليها مجموعين عاد ننتظروا الاخوان يصادقوا عليها الملتمس، وخليونا حنا نحطوا على الصيغه باش ما نغلطوش السياره ديال الملتمس ولا الاتفاقيه ديال الشرق، خاصنا نكونوا فاعلين. اذا غادي نطرح هذه النقطه للمصادقه ان شاء الله، موافقون؟